السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما جرت العادة أرحب بكم أبنائي الأعزاء مرة أخرى، ودائما أتمنى لكم في هذه الظروف الصحية الصعبة التي نمر بها أن تكونوا في صحة جيدة. أبنائي الأعزاء، اليوم سنعمل على إتمام الدرس الثالث في مادة الجغرافيا تحت عنوان كما لاحظنا في الحصة الأولى الأرض في الكون. إذن رأينا في الجزء الأول من الدرس مجموعة من المصطلحات والمفاهيم الجغرافية المتعلقة بالكون، وأكدنا على مفهوم المجرات، وكذلك تطرقنا إلى أن الأرض كوكب ينتمي إلى ما يسمى بالمجموعة الشمسية. بطبيعة الحال اليوم نبقى دائما في إطار هذا الدرس، ولكن في حصته الثانية من خلال الهدف الذي نتوقع أن يتحقق في آخر الحصة، وهو أن تكتشفون معي الشروط الضرورية للحياة على سطح كوكب الأرض. بمعنى آخر، كوكب الأرض هو الكوكب الآن الذي تتحقق فيه الحياة، وهو الكوكب الذي نعيش فيه أو نعيش على سطح الكرة الأرضية. نبدأ على بركة الله بأول نشاط من خلال كما تلاحظون الوثيقة الأولى، شكل يوضح الشروط الضرورية للحياة على سطح كوكب الأرض. بمعنى آخر أبنائي، لولا توفر هذه الشروط لما وجدت الحياة على سطح الأرض. بمعنى آخر أن كوكب الأرض يتميز بعدة خصائص ومميزات تميزه عن باقي الكواكب الأخرى. إذن نبدأ على بركة الله من خلال هذا الشكل أو هذا الرسم، يتضح لنا بأن الأرض ككوكب، وقد رأينا سابقا هذا الرسم، يتكون من ثلاث أغلفة. هناك ألف الغلاف الجوي. إذن عندما نقول الغلاف الجوي، طبعا الحال أبنائي الأعزاء هو الغلاف الذي يحيط بالكرة الأرضية، وقد رأينا سابقا بأنه يتكون من غازات مختلفة. طبيعة الحال أهم شيء يؤكد لنا وجود حياة على سطح الأرض ولولاه لما وجدت هذه الحياة، أن الغلاف الجوي كما تلاحظون يوفر الأكسجين على سطح الأرض، وبالتالي هذه المادة هي ضرورية للحياة بالنسبة للإنسان، بالنسبة للحيوانات، بالنسبة لمختلف النباتات. هذا يؤكد لنا أن الغلاف الجوي مهم بالنسبة للحياة على سطح الأرض. كذلك هذا الغلاف الجوي يؤكد لنا على أن هناك طبقات يتكون منها الغلاف الجوي ويحمي الكرة الأرضية من الأشعة الضارة. عندما نقول الأشعة الضارة أي الأشعة المنبعثة من نجم الشمس، وهذه الأشعة تسمى ما فوق البنفسجية، ما فوق البنفسجية. نكتفي بهذا القدر بالنسبة للغلاف الجوي، أمثلة على شروط الحياة. ثم هناك الغلاف الصخري، باء الغلاف الصخري. عندما نقول الغلاف الصخري أن هذا الغلاف يتكون من طبقات انطلاقا
من النواة التي هي عبارة عن مواد منصهرة نظرا لارتفاع درجات الحرارة في باطن الأرض، ثم المعطف، ثم القشرة الأرضية. وعندما نقول القشرة الأرضية سنحدد هذه العناصر الثلاث، هناك النواة، المعطف، ثم القشرة الأرضية. عندما نقول القشرة الأرضية فهي تتكون من صخور حتما وطبقات صخرية، ولكن توجد تربات، وهذه التربات هي أساس وجود نباتات على سطح الكرة الأرضية. إذن نضيف توفر تربات مختلفة، توفر تربات مختلفة. ننتقل إلى آخر غلاف ألا وهو جيم، الغلاف المائي. طبيعة الحال للمياه دور أساسي في تواجد الحياة أو توفير الحياة على سطح الأرض نظرا لأهميتها للإنسان وأهميتها للحيوان وأهميتها للنباتات التي تنمو على سطح الكرة الأرضية. بالتالي عندما نقول الغلاف المائي فهو يشكل 71% من مساحة الكرة الأرضية، وهي إما مياه مالحة، عندما نقول مالحة نسبة إلى مياه المحيطات كالمحيط الأطلسي أو المحيط الهندي أو المحيط المتجمد الشمالي أو البحار، سواء كانت بحار مفتوحة كالبحر الأبيض المتوسط أو بحار مغلقة إلى غير ذلك. ثم إلى جانب المياه المالحة هناك مياه عذبة، وعندما نقول مياه عذبة هذه المياه هي أساس الحياة على سطح الكرة الأرضية بالنسبة للإنسان، لجسم الإنسان، بالنسبة للحيوان، بالنسبة للنباتات كما سبق الذكر. ولا ننسى المياه المالحة لأن الوسط البحري على صعيد الكرة الأرضية تعيش فيه كائنات حية كالأسماك الطحالب إلى غير ذلك، وبالتالي حتى المياه تتوفر على أكسجين الذي يوفر الحياة لمثل هكذا أسماك أو نباتات أو طحالب إلى غير ذلك. سنقف عند هذا الحد ونكون قد أنهينا هذا الدرس، وأتمنى أن يكون قد حقق الهدف المنتظر منه، وشكراً.